السادة الحضور كل باسمه وصفته، أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السلطات المحلية على استضافة هذا الملتقى والذي نخلد فيه اليوم العالمي للمناطق الرطبة انطلاقا من الاتفاقية العالمية رامسار. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الساهرين على تنظيم هذا البرنامج وضبط محتواه حتى يكون النقاش في إطار بناء ستتمخض عنه إن شاء الله توصيات تدمج وتؤخذ في المسار التنموي بالنسبة للتنمية المستدامة ككل، ووضع الشأن البيئي في قلب كل اهتمامات التنموية في البرامج الجهوية والبرامج المحلية. تعلمون حضراتي السادة والسيدات أن التصور التي وضعته المندوبية السامية في إطار الاستراتيجية 2015-2024 ينبني على تشخيص مقرب لوضع كل الإشكالات والنواقص، ولكن كذلك لضبط كل مواقع القوة لتأسيس منظور تنموي شمولي بالنسبة لكل المجالات التي تتعلق بالغابات والمناطق الرطبة ومحاربة التصحر بصفة عامة، في إطار منظور شمولي مندمج يأخذ بعين الاعتبار كل التفاعلات بين كل القطاعات حتى يكون هناك منظور تكاملي بالنسبة لهذه الإشكاليات الجد معقدة. لقد قطعنا أشواطا بعيدة في هذه الاستراتيجية، بحيث أن الملك الغابوي كما تعلمون عرف تطورا مهما جدا في السنوات الأخيرة، لا عبر تأمين الوعاء العقاري الغابوي والموروث الغابوي، ولكن كذلك عبر برامج التنمية الخاصة بمحاربة التصحر، بمحاربة انجراف التربة، لحماية السدود من التوحل، التنوع البيولوجي، وكل المجالات التي تنطلق أساسا من التصاميم المديرية التي وضعت منذ بداية التسعينات. الجديد في الأمر وهو المنظور المجالي بإدماج كل هذه الاهتمامات في منظور تكاملي حتى يتم تبديد التضاربات ما بين القطاعات. فيما يخص المناطق الرطبة، وكما تمت إشارة إليه قبل قليل، فإن اتفاقية رامسار والتي انضم إليها المغرب سنة 1980 أخذت منطلقها من الإشكالية ومن التدهور الذي عرفته المناطق الرطبة عبر العالم منذ بداية القرن الماضي، بحيث أن كان هناك تراجع مهول على الصعيد العالمي جعلت هذه المناطق تحظى باهتمام عالمي في هذه الاتفاقية، نظرا لوظائفها المتعددة كخزان للماء والماء العذب بصفة خاصة، ولكن كذلك كمكيف بالنسبة للهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وكذلك لتكيف كذلك المياه وتغذية الفرصة المائية، وكذلك للحد من بعض العوامل القصوى خاصة الناتجة عن التغيرات المناخية كالفيضانات. المغرب، وانطلاقا من الموضوع الذي اختير هذه السنة وهو الترابط بين المناطق الرطبة والعمران والتجمعات الحضرية، ينبني أساسا على أن المناطق الرطبة حاليا هي مهددة بصفة متفاوتة حسب المناطق. إذا عرفنا على أن على الصعيد الدولي 4 ملايير ديال السكينة ديال العالم هي حاليا في الحواضر، إذا عرفنا على أن نسبة نمو السكان في المناطق الحضارية هي بنسبة 2.4%، إذا عرفنا على أنه في أفق 2050 66% من ساكنة المعمور ستكون في الحضر، إذا عرفنا كذلك على أن
البلدان أو المدن التي تفوق ساكنتها 10 ملايين واللي كانت 31 ستمر إلى 41 مدينة في أفق 2030. إذن من هذه المنطلقات وحتمية التوسع العمراني تجعل على أنه حان الوقت لإدماج هذه المناطق الرطبة في الهندسة المعمارية وهندسة تهيئة المجال بصفة عامة، لإدماجها والحفاظ عليها وتتمينها وتتمين كل وظائفها التي تلعبها خاصة في هذه المناطق المجاورة للمدن الكبرى. كانت قبل 2000 لدينا 5 مناطق وخمسة مواقع رطبة مصنفة ذي أهمية عالمية في اتفاقية رامسار. أخذنا في استراتيجية المندوبية السامية 2005-2014 إلى تسجيل 20 منطقة إضافية، يعني 24 منطقة رطبة سجلت في اتفاقية رامسار، واليوم إن شاء الله سنسجل كذلك بعد التصديق عليه من طرف الأمانة العامة لاتفاقية رامسار 2 منطقة إضافيتين، الأولى وهي صبخة إمليلي بقرب مدينة العرقوب والتي تمتاز بخاصيات مهمة جدا في تشكيلة هذه المنظومة البيئية النادرة، ولكن كذلك بخاصياتها وفيها إشارة مهمة جدا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادنا في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وتتمينها وخاصة في الأقاليم الجنوبية. إذن فاعتراف اتفاقية رامسار بأهمية صبخة إمليلي تعتبر منطلقا مهما جدا بالنسبة للسياسة الوطنية لتسجيل هذه المناطق في اتفاقية رامسار. والشهادة الثانية ستهم مرجة فورات واللي هي بالقرب من مدينة قنيطرة والتي تشكل مركزا مهما جدا وربما آخر المناطق الرطبة التي كانت من قبل تهم ما كان يغمره واتسبو من الفيضانات، وأصبح لزاما علينا نظرا لأهميتها ووظائفها المتعددة أن نحافظ عليها، وتسجيلها اليوم في اتفاقية رامسار يجعل المغرب يحتوي حاليا على 26 منطقة رطبة، وفي استراتيجية 2015-2024 فلنا القناعة أننا سنتوصل إلى تسجيل 30 موقع رطب إضافي في اتفاقية رامسار مع نهاية 2024. إذن فبلدنا منخرط تماما في هذه الالتزامات الدولية ويقوم بمجهودات جبارة لتنمية هذه المناطق الرطبة، ونأمل أن هذه المناطق الرطبة ليست فقط من قبيل الحفاظ فقط على المنطقة الرطبة، ولكن كذلك على الوظائف وخاصة الوظائف الاجتماعية والوظائف الاقتصادية، لأن يعني كان علم مثلا على أن كان هناك بعض التوجهات تجعل على أن لدينا طاقات مهمة جدا كمثلا الصيد القاري بالمناطق بالمياه العذبة والتي جعلنا نمر في 10 سنوات من 5,000 طن من السمك المصطاد في هذه المناطق إلى 15,000 طن مع نهاية 2015، وسنمر إن شاء الله مع نهاية 2024 إلى مستوى يبلغ 50,000 طن بتتمين هذه الثروات. وهذا يعني كذلك أن هناك أكثر من 3,000 من الصيادة المحليين والذين يستفيدون من هذه التوجهات في إطار تنمية محلية شاملة تضمن التنمية تحت زاوية التنمية المستدامة، أي الأخذ بعين الاعتبار خلق ثروات ولكن في نفس الوقت الحفاظ على التوازنات البيئية، وكذلك أخذ الشق الاجتماعي بالأهمية في هذه التوجهات. إذن في الأخير وأظن على أن البرنامج الذي أعد لهذا اليوم سيعالج كل هذه الإشكالات وسيعطي كل الملامح بالنسبة لاستراتيجية 2015 و2024 للمندوبية السامية، والذي سيكون
المنهجية العملية التشاركية التعاقدية باقتسام المسؤولية على الصعيد المحلي. وفقنا الله لما فيه خير البلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.